اللهم ارفع البلاء عن الحرمين الشريفين عاجلا غير آجل، ولا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. لا تحرمنا من الجمع والجماعات، لا تحرمنا من أداء الصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم إن نبيك علمنا أن نفزع عند الشدائد إلى الصلاة لك، فنعوذ بك أن نحرم من الصلاة لك، ونعوذ بك أن نحرم من الاجتماع في بيوتك. لا تطردنا من بيوتك يا رب، لا تطردنا من بيوتك يا رب. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك ووقفنا متضرعين في رحابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تطردنا عن جنابك. اللهم اجعل هذا الوباء تذكيرا للعصاة والمذنبين، واجعله ردعا للظالمين والمتجبرين، واجعله حسرة على الكافرين والمنافقين. اللهم وأنجي المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.